اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الحكواتي. انا على الحكواتي. اليوم عندنا قصة شهيرة من ألف ليلة وليلة. قصة اليوم هي قصة علاء الدين والمصباح السحري، اكيد تعرفونها. فكما قلنا، عنوان القصة هو علاء الدين والمصباح السحري. المصباح السحري تعرفونه، فهذا مصباح علاء الدين. هذا المصباح، هذا عنوان القصة، علاء الدين والمصباح السحري. هذه القصة حصلت في زمن قديم جدا في الهند. فكان يا مكان في قديم الزمان، في زمن قديم جدا، عاش رجل خياط. كان هناك رجل يعيش مع زوجته. كان هناك رجل، وهذا الرجل كان يعيش مع زوجته. His wife. فهذا الرجل وهذه زوجته. الرجل كان خياطا. كان يصنع الثياب، فهو كان يعمل خياطا. عمله كان خياطا، كان يصنع الثياب. مثلا هذه ثياب، هذا الفستان أيضا ثياب. هذا الرجل كان يصنع الثياب، هذه ثياب. فالرجل كان يصنع الثياب، كان خياطا. هذا الرجل كان خياطا. He was a tailor. هذا الرجل كان خياطا. الرجل كان يعمل كثيرا، كان يعمل ويعمل ويعمل. He worked a lot. كان يعمل كثيرا، ولكن كان فقيرا، ما كان غنيا. كان فقيرا يعني ما عنده الكثير من المال، ما كان عنده مال كثير. كان فقيرا، هذا الرجل كان فقيرا يعني ما عنده مال كثير. هو ما كان غنيا. الغني عنده كثير من المال. الغني ربما عنده مليون دولار، مليون ريال، ولكن الفقير ما عنده مال. فهذا الخياط ما كان غنيا. هذا الخياط كان فقيرا يعني ما كان عنده المال، ما كان عنده كثير من المال. فهذا الرجل الخياط وزوجته كان عندهما ولد أصلا. هذا الولد كان اسمه علاء الدين. فهذا الرجل هو أبو علاء الدين وأم علاء الدين. علاء الدين كان كسولا. علاء الدين كان كسولا. كسول يعني لا يحب العمل. Doesn't like to work. علاء الدين كان كسولا. ما كان يحب العمل. كان كسولا. كسول lazy.
فعلاء الدين كان كسولا لا يحب العمل. علاء الدين كان يأكل ويلعب وينام فقط، يأكل يلعب ينام فقط، كل يوم كل يوم يأكل ويلعب وينام. كان كسولا فقط، كان يأكل يلعب plays وينام فقط، كان يأكل ويلعب وينام. So he only was sleeping, eating, playing, sleeping. يأكل ويلعب وينام كل يوم هكذا، يأكل يلعب قليلا ينام، ثم يأكل مرة ثانية يلعب وينام كل يوم، كل يوم نفس الشيء، كل يوم نفس الشيء. علاء الدين كان كسولا، ولكن عندما صار عمره علاء الدين 15 سنة، علاء الدين كان صغيرا، he was little، كان صغيرا، ولكن عندما صار عمره 15 سنة، 15 سنة، so عمره علاء الدين 15 سنة الآن. في هذا العمر، at this age، في هذا العمر مات أبو علاء الدين، الخياط أبو علاء الدين مات، مات. عندما صار عمره علاء الدين 15 سنة مات الخياط، مات أبوه، his father died. مات أبو علاء الدين عندما صار عمره علاء الدين 15 سنة، ولكن علاء الدين كان كسولا، علاء الدين لا يحب أن يعمل، لا يحب العمل. فأم علاء الدين، أم علاء الدين صارت تعمل. علاء الدين's mom started to work. بدأت أم علاء الدين تعمل. علاء الدين كان فقط يأكل ويلعب وينام فقط. علاء الدين فقط يأكل ويلعب وينام. في هذا البيت، في بيت علاء الدين، ما كان عندهم المال، ما كان عندهم الكثير من الطعام. هذه الأسرة، هذه الأسرة فقيرة. This family is poor. هذه الأسرة فقيرة. أم علاء تعمل، وعلاء الدين يأكل وينام. كان كسولا. ولكن في يوم من الأيام، one day، في يوم من الأيام جاء رجل. هذا رجل، جاء رجل إلى بيت علاء الدين. So man came to Aladdin's house. جاء رجل إلى بيت علاء الدين. جاء. He came. جاء رجل إلى بيت علاء الدين. وهذا الرجل قال لعلاء الدين: مرحبا، أنا عمك. قال الرجل لعلاء الدين: أنا عمك، أنا أخو أبيك. فالعم هو أخ الأب. قال الرجل لعلاء الدين: أنا عمك، أنا أخو أبيك، وأنت، أنت يا علاء الدين، أنت ابن أخي، أنت ابن أخي. هذا الرجل جاء إلى بيت علاء الدين
وكان معه هدايا كثيرة. كان معه هدايا، هذه هدية. عم علاء الدين جاء وكان معه هدايا كثيرة، هذه هدية. طيب، هدية يعني gift. هذا الرجل جاء إلى بيت علاء الدين ومعه هدايا gift. جاء الرجل إلى بيت علاء الدين ومعه هدايا كثيرة. قال لعلاء الدين: أنا عمك، أنا أخو أبيك. يا علاء الدين، أنت ابن أخي، أنا أحبك. في اليوم التالي، next day، في اليوم التالي عم علاء الدين اشترى ثيابا جديدة. اشترى، he bought. فعم علاء الدين اشترى، ماذا اشترى؟ اشترى ثيابا. عم علاء الدين اشترى ثياب، وهذه الثياب كانت ثيابا جديدة. هذه الثياب كانت جديدة، new. فعم علاء الدين اشترى ثيابا جديدة لعلاء الدين، واشترى ثيابا جديدة لأمي علاء الدين. علاء الدين كان علاء الدين كان سعيدا جدا. علاء الدين يحب الثياب الجديدة. علاء الدين كان سعيدا. قال العم لعلاء الدين، قال العم لعلاء الدين: أنا تاجر، أنا تاجر. تاجر يعني أنا أعمل في التجارة، أنا أبيع وأشتري، أنا تاجر، I'm a trader. قال العم لعلاء الدين: أنا تاجر وأنا أسافر دائما. أنا أسافر يعني أنا أذهب من بلد إلى بلد إلى بلد إلى بلد، أنا أسافر. العم قال لعلاء الدين: أنا أسافر كثيرا. ما معنى أسافر؟ هذا الرجل هنا هو يسافر، فسافر يسافر، to travel. فقال العم لعلاء الدين: أنا أسافر كثيرا، أنا تاجر. يا علاء الدين، هل تريد أن تسافر معي؟ Do you want to travel with me؟ هل تريد أن تسافر معي؟ علاء الدين كان سعيدا جدا. علاء الدين يحب أن يسافر. علاء الدين يحب أن يسافر، يحب السفر. قال علاء الدين: نعم، أريد أن أسافر معك، أريد أن أسافر معك. I want to travel with you. وافق علاء الدين. علاء الدين قال: نعم. وافق علاء الدين. وافق علاء الدين. علاء الدين قال: نعم. He agreed. وافق علاء الدين. علاء الدين قال: نعم، أريد أن أسافر معك. I want to travel with you. أريد أن أسافر معك. وافق علاء الدين. وهكذا سافر علاء الدين مع عمه. علاء الدين سافر مع عمه. He traveled with his uncle.
فمشى علاء الدين مع عمه أياما كثيرة. علاء الدين مع عمه مشى لأيام كثيرة، كان يمشي، فمشى علاء الدين مع عمه، مشى he walked، فمشى علاء الدين مع عمه لأيام كثيرة for many days. وبعد الكثير من المشي after lots of walking، بعد الكثير من المشي وفي ليلة من الليالي، في ليلة من الليالي one night، عم علاء الدين أشعل نارا. فعم علاء الدين أشعل نارا، أشعل عم علاء الدين نارا، he made a fire، أشعل عم علاء الدين هذه النار، أشعل عم علاء الدين نارا، وصار يقول كلاما غريبا. هذا عم علاء الدين، هذا العم، عم علاء الدين أشعل نارا، نار فاير، أشعل عم علاء الدين نارا وصار يقول كلاما غريبا. Started to say weird words. صار يقول كلاما غريبا. القمر في السماء. The moon in the sky. القمر في السماء اختفى. اختفى القمر في السماء. The moon disappeared. اختفى القمر في السماء. اختفى. Disappeared. اختفى القمر في السماء. وعلى الأرض. على الأرض. On the ground. على الأرض ظهر باب خشبي. ظهر باب خشبي. ظهر يعني appeared. فالقمر اختفى. The moon disappeared. والباب الخشبي ظهر. The door appeared. اختفى القمر وظهر باب خشبي أو wooden door، باب من الخشب. طيب خشب يعني wood. فهذا الباب كان من خشب، هذا الباب كان بابا خشبيا. علاء الدين كان خائفا. علاء الدين كان خائفا. خائف هكذا. علاء الدين كان خائفا. علاء الدين كان خائفا. يا إلهي يا إلهي ما هذا. عم علاء الدين ما كان خائفا. عم علاء الدين لا مشكلة ما كان خائفا. وفتح عم علاء الدين فتح هذا الباب الخشبي. فتح الباب. عم علاء الدين فتح الباب الخشبي. He opened the door. فتح عم علاء الدين الباب الخشبي وقال لعلاء الدين انزل إلى الحفرة. كان هناك حفرة تحت الباب. Under the door there was a hole. كان هناك حفرة
هو كانت حفرة تحت هذا الباب الخشبي. قال العم لعلاء الدين: انزل إلى الحفرة، انزل إلى الحفرة. Go down the hole. انزل إلى الحفرة. علاء الدين قال: لا 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 أريد، لا أريد، أنا خائف، أنا خائف. I'm scared. I'm afraid. قال علاء الدين: أنا خائف، لا أريد. عم علاء الدين قال: لا تخاف، لا تخاف. Don't be afraid. لا تخاف. هذا هذا خاتم. خذ. Take this. خذ هذا. هذا خاتم. فعم علاء الدين قال: هذا خاتم. هذا الخاتم. عم علاء الدين قال لعلاء الدين: هذا خاتم سوف يحميك من الخطر. هذا الخاتم سوف يحميك. خاتم. قال عم علاء الدين لعلاء الدين: هذا خاتم سوف يحميك. This is a ring. It will protect you. هذا خاتم سوف يحميك. لا تخاف. لا تكن خائفا. لا تخاف. Don't be afraid. انزل إلى الحفرة. انزل إلى الحفرة. Go down the hole. انزل إلى الحفرة. في هذه الحفرة توجد ثلاث غرف. فيها العم يقول: في هذه الحفرة توجد غرفة وغرفة وغرفة غرفة وغرفة وغرفة، ثلاث غرف. هذه الغرفة واحد، الغرفة اثنان، والغرفة ثلاثة. كل واحدة هي غرفة. فقال العم لعلاء الدين: انزل إلى الحفرة. Go down the hole. انزل إلى الحفرة. في هذه الحفرة، في هذه الحفرة ثلاث غرف. غرفة وغرفة وغرفة، ثلاث غرف. هذه الغرف فيها ذهب. These rooms have gold inside. هذه الغرف فيها ذهب، ولكن لا تأخذ الذهب. Don't take the gold. لا تأخذ الذهب. هنا في الغرف يوجد ذهب. Gold. قال العم لعلاء الدين: لا تأخذ الذهب. Don't take the gold. اذهب إلى الغرفة الرابعة. Go to the fourth room. اذهب إلى الغرفة الرابعة. Go to the fourth room. هذه الغرفة الرابعة. قال العم لعلاء الدين: يوجد أو توجد ثلاث غرف. هذه الغرف فيها ذهب، ولكن لا تأخذ الذهب. Don't take the gold. لا تأخذ الذهب. اذهب إلى الغرفة الرابعة. Go to the fourth room. اذهب إلى الغرفة الرابعة. وفي الغرفة الرابعة يوجد مصباح. في هذه الغرفة يوجد مصباح. فهنا موجود هذا المصباح. قال العم: في الغرفة الرابعة يوجد مصباح، وهذا المصباح مصباح نحاسي. مصباح نحاسي، يعني ليس مصباحا خشبيا، ليس من الخشب. هذا المصباح من نحاس. نحاس يعني كوبر.
فهذا مصباح من نحاس، هذا مصباح نحاسي كوبر لامب. قال العم لعلاء الدين: اذهب إلى الغرفة الرابعة، go to the fourth room، اذهب إلى الغرفة الرابعة وأحضر المصباح النحاسي. Go there and bring the copper lamp. قال العم لعلاء الدين: اذهب إلى الغرفة الرابعة وأحضر المصباح النحاسي. وهذا الخاتم معك. And this is the ring with you. هذا الخاتم معك. علاء الدين قال: حسنا حسنا. وافق علاء الدين، وافق علاء الدين ونزل إلى الحفرة. He went down the hole. نزل إلى الحفرة، ذهب إلى الغرفة الرابعة. ذهب علاء الدين إلى الغرفة الرابعة، أخذ المصباح النحاسي ورجع. So he did what the uncle said. نزل، ذهب إلى الغرفة الرابعة، أخذ المصباح النحاسي ورجع. He returned. رجع علاء الدين إلى عمه. رجع علاء الدين إلى هنا. هذه الحفرة، هذه الحفرة كانت حفرة عميقة. الحفرة كانت عميقة. هذه حفرة عميقة. حفرة عميقة. A deep hole. هذه الحفرة كانت عميقة. علاء الدين قال لعمه، قال علاء الدين لعمه: يا عمي هات يدك، هات يدك. علاء الدين قال لعمه: هات يدك. هات، give me your hand. هات يدك. ولكن عم علاء الدين قال: لا لا، هات المصباح. give the lamp. هات المصباح. قال علاء الدين: المصباح معي، المصباح معي. the lamp is with me. المصباح معي، هات يدك. عم علاء الدين قال: لا 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 لا، هات المصباح. وهكذا علاء الدين يقول: هات يدك. وعم علاء الدين يقول: هات المصباح. عم علاء الدين غضب. عم علاء الدين، عم علاء الدين صار غاضبا. غضب عم علاء الدين. عم علاء الدين غضب. غضب عم علاء الدين، كان غاضبا جدا. علاء الدين هاتي المصباح. وعلاء الدين يقول: لا، هاتي يدك. أريد أن أخرج. I want to get out. هاتي يدك. ولكن العم غضب كثيرا. عم علاء الدين غضب كثيرا. غضب كثيرا وأغلق الحفرة. أغلق الباب الخشبي. عم علاء الدين أغلق الباب. أغلق عم علاء الدين هذا الباب الخشبي. He closed the wooden door. علاء الدين صار مسجونا في الحفرة. علاء الدين صار مسجونا. مسجون يعني prison. هذا سجن. This is a prison. هذا سجن. وعلاء الدين صار مسجونا. He became prison.
صار علاء الدين مسجونا في هذه الحفرة العميقة. علاء الدين صار مسجونا في الحفرة العميقة. خاف علاء الدين كثيرا. علاء الدين كان كان علاء الدين خائفا جدا. كان خائفا جدا. علاء الدين كان يقول: يا إلهي يا إلهي، ماذا سوف أفعل؟ يا إلهي ماذا سوف أفعل؟ أنا خائف، أنا خائف خائف. في يده كان الخاتم. هذا الخاتم كان في يد علاء الدين، وعلاء الدين كان يقول: يا إلهي أنا خائف، أنا خائف. وفجأة ظهر جني أحمر. علاء الدين كان يقول: ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ففجأة صدني ظهر من الخاتم هذا الخاتم. فمن الخاتم ظهر جني فمن الخاتم ظهر جنيا أزرق. من هذا الخاتم ظهر جنيا أزرق. A blue genie came out of the ring. ظهر جني or appeared. ظهر جني أزرق من الخاتم. قال الجني، هذا الجني الأزرق قال لعلاء الدين: اطلب ما تريد. قال الجني لعلاء الدين: شبيك لبيك، شبيك لبيك، اطلب ما تريد. Ask whatever you want. قال علاء الدين للجني: أنا خائف، أنا خائف، أريد أن أذهب إلى البيت، أريد أن أذهب إلى البيت. I want to go home. أريد أن أذهب إلى البيت. وفعلا هذا الجني، جني الخاتم، أخذ علاء الدين إلى البيت. He took علاء الدين home. أخذ الجني علاء الدين إلى البيت. فكر علاء الدين، فكر علاء الدين، لماذا عمي فعل هذا؟ لماذا عمي تركني في الحفرة؟ Why did my uncle leave me in this hole؟ لماذا تركني عمي في هذه الحفرة؟ الحقيقة، the reality is، الحقيقة هي أن هذا الرجل، هذا الرجل ليس عم علاء الدين. هو ليس عم علاء الدين. هو ليس أخو الأب. هو ليس عمه. علاء الدين ليس ابن أخو هذا الرجل. هذا الرجل ليس تاجرا. هو ليس تاجر. الحقيقة، the reality, the truth، الحقيقة هي أن هذا الرجل كان ساحرا. هذا الرجل كان ساحرا. ما معنى ساحر؟ الساحر الرجل كان ساحرا. الرجل كان ساحرا. ساحر. He was a wizard. هذا الرجل كان ساحرا. هو ليس عم علاء الدين. وهذا الساحر، هذا الساحر كان يستغل علاء الدين. هذا الساحر كان يستغل علاء الدين. يستغل. Exploit. يستغل. هذا الساحر كان يستغل علاء الدين. كان يريد أن يأخذ المصباح النحاسي. كان يريد أن يأخذ المصباح السحري.
هذا المصباح السحري هو مصباح عجيب. هذا المصباح السحري هو مصباح عجيب. It's a wonderful lamp. هذا المصباح مصباح عجيب. يعطي لصاحبه. It gives its owner. هذا المصباح يعطي صاحبه قوة ألف ملك. هذا المصباح يعطي. It gives. هذا المصباح يعطيك. It gives you. هذا المصباح يعطيك قوة ألف ملك. يعني ليس ملك واحد. هذا ملك. هذا ملك. وهذا المصباح يعطي قوة ألف ملك. It gives you the power of a thousand king. هذا المصباح يعطيك قوة ألف ملك. هذا ملك قوي. Powerful king. والمصباح السحري يعطيك قوة ألف ملك. A thousand king. هذا مصباح عجيب. It's a wonderful lamp. هذا مصباح عجيب. ولكن علاء الدين ما كان يعرف هذا. علاء الدين ما عرف هذا. علاء الدين didn't know this. هذا الجني الأزرق أخذ علاء الدين إلى البيت. أخذ الجني الأزرق علاء الدين إلى البيت. علاء الدين وأم علاء الدين كانا سعيدين كثيرا. أم علاء الدين كانت سعيدة جدا. علاء الدين رجع إلى البيت. وعلاء الدين أيضا أخبر أمه عن قصته مع عمه. علاء الدين told his story to his mom with his uncle. فأخبر علاء الدين قصته مع عمه لأمه. في اليوم التالي علاء الدين وأمه كانا جائعين. لا يوجد طعام في البيت. في البيت لا يوجد طعام. هذه الأسرة فقيرة. This family is poor. هذه الأسرة فقيرة. لا يوجد طعام في البيت. وعلاء الدين فكر علاء الدين. He thought. فكر علاء الدين وقال: أنا معي هذا المصباح النحاسي. I have this copper lamp. معي هذا المصباح النحاسي. سوف أبيع المصباح. I will sell the lamp. سوف أبيع المصباح النحاسي. وعلاء الدين أخذ المصباح وصار ينظف المصباح. He started to clean the lamp. صار علاء الدين ينظف المصباح. وفجأة ظهر جني كبير. فهذا المصباح هذا المصباح السحري. ومن المصباح السحري ظهر جني كبير كبير. ظهر جني كبير. هذا الجني كان جنيا أخضر. فمن المصباح ظهر جني أخضر. So a green genie appeared. ظهر جني أخضر. هذا الجني
قال لعلاء الدين: شبيك لبيك. قال الجني لعلاء الدين: شبيك لبيك. أنا جني المصباح. I'm the genie of the lamp. أنا جني المصباح. أطلب. ماذا تريد؟ أطلب. Ask. أطلب. قال الجني الأخضر، جني المصباح، قال لعلاء الدين: أطلب. ماذا تريد؟ Order. Ask. What do you want? قال علاء الدين: أنا جائع. أنا جائع وأمي جائعة. You are hungry. أنا جائع وأمي جائعة. نريد الطعام. We want food. الجني فعل الجني هكذا وظهرت appeared ظهرت صينية a serving tray ظهرت صينية وهذه الصينية كانت فضية فظهرت صينية فضية صينية فضية يعني ليست صينية نحاسية it's not copper ليست صينية نحاسية ليست صينية خشبية أيضا it's not of wood هذه الصينية فضية هذه الصينية مصنوعة من الفضة يعني silver tray silver serving tray فظهرت فجأة صينية فضية وعلى هذه الصينية كان يوجد طعام طعام يعني مثلا لحم وجبنة وخبز هذا طعام food هذه الصينية الفضية كان عليها كثير كثير من الطعام وكان عليها فواكه فواكه يعني هذه تفاحة أبل هذه موزة بنانا تفاحة موزة هذه فاكهة fruits على هذه الصينية الفضية كان يوجد لحم ميت كان يوجد على هذه الصينية أيضا خبز الصينية كان عليها لحم وخبز وجبنة هذه جبنة تشيز الصينية أيضا كان عليها فاكهة الموز فاكهة الصينية كان عليها تفاح التفاح apples فكان كثير من الطعام على هذه الصينية الفضية علاء الدين وأم علاء الدين أكلا كثيرا علاء الدين وأمه أكلا كثيرا كثيرا من الطعام بعد الطعام after food بعد الطعام ذهب علاء الدين إلى السوق علاء الدين ذهب إلى السوق he went to the market ذهب علاء الدين إلى السوق وباع الصينية الفضية علاء الدين باع الصينية وأخذ المال علاء الدين باع الصينية الفضية وحصل على المال so he got money after he sold the serving tray that is made of silver فباع علاء الدين الصينية الفضية في السوق باع الصينية الفضية في السوق in the market وحصل على المال he got money
وهكذا في كل يوم، في كل يوم علاء الدين كان يطلب الطعام من الجني. كل يوم الجني يحضر الطعام، كل يوم الجني يحضر الطعام. So the genie brought food every day. الجني صار يحضر الطعام كل يوم. وبعد الطعام، بعد الطعام كان علاء الدين يبيع الصينية الفضية في السوق. كل يوم نفس الشيء، علاء الدين يأكل، يأخذ الصينية الفضية إلى السوق، وصار عنده كثير من المال. علاء الدين الآن ليس فقيرا، علاء الدين ليس فقيرا، هو غني قليلا، غني قليلا الآن. وهكذا مرت الأيام. The days passed like that. ولكن في يوم من الأيام، في يوم من الأيام، one day، في يوم من الأيام في السوق، in the market، مرت الأميرة ياسمين مع موكبها. الأميرة ياسمين، Princess Jasmine، الأميرة ياسمين الأميرة ياسمين مرت من السوق. هذه الأميرة ياسمين، والأميرة ياسمين مرت من السوق. She passed by the market. مرت من السوق ولكن مع موكبها، مع الموكب. هي ما كانت لوحدها. الأميرة ياسمين كانت مع موكب، مع موكب يعني مع كثير من الرجال. هذا هذا موكب الأميرة، موكب كرفان. هذا موكب الأميرة ياسمين. في يوم من الأيام في السوق، علاء الدين كان في السوق، علاء الدين كان يبيع صينية فضية. علاء الدين was selling a silver serving tray. ومر موكب الأميرة ياسمين. So this caravan passed in the market. مر موكب الأميرة ياسمين. علاء الدين رأى الأميرة. علاء الدين رأى الأميرة. He saw the princess. علاء الدين رأى الأميرة و تك 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 تك. أحب علاء الدين الأميرة. علاء الدين أحب الأميرة. علاء الدين رأى الأميرة وقال الأميرة جميلة جدا، جميلة جدا. أحب الأميرة. علاء الدين أحب الأميرة. أحب علاء الدين الأميرة من النظرة الأولى، من النظرة الأولى، from the first sight. أحب علاء الدين الأميرة من النظرة الأولى. الأميرة كانت جميلة جدا. الأميرة ياسمين كانت جميلة جدا. أحب علاء الدين هذه الأميرة من النظرة الأولى. He loved. أحب علاء الدين الأميرة ياسمين من النظرة الأولى. ذهب علاء الدين، ذهب إلى البيت. ذهب علاء الدين إلى البيت وقال لأمه، قال علاء الدين لأمه: يا أمي، أنا أحب الأميرة ياسمين، أنا أحب الأميرة ياسمين. I love Princess Jasmine. أنا أحب الأميرة ياسمين. أريد أن أتزوج الأميرة ياسمين.
أريد أن أتزوج الأميرة ياسمين. I want to get married to her. أم علاء الدين ضحكت كثيرا. أم علاء الدين: ماذا؟ الأميرة ياسمين؟ هذا مضحك. أم علاء الدين ضحكت. أم علاء الدين ضحكت. ضحكت أم علاء الدين وقالت: ماذا؟ الأميرة ياسمين؟ نحن فقراء. علاء الدين: أنت فقير. علاء الدين: أنت لست غنيا، ما عندك المال الكثير، أنت ما عندك مال. الأميرة ياسمين لم توافق. الأميرة ياسمين لم توافق. لم تقول تمام، لم تقول حسنا. She will reject you. لم توافق. She will not agree. الأميرة ياسمين لم توافق. أنت يا علاء الدين أنت فقير. فعلاء الدين طلب من الجن، طلب علاء الدين من الجن جرة من الذهب. So علاء الدين طلب من الجن. He asked the genie for. طلب علاء الدين من الجن جرة، هذه جرة، وعلاء الدين طلب جرة فيها كثير من الذهب. طلب جرة مع الكثير من الذهب. So he asked for a vase full of gold. طلب علاء الدين جرة مع الكثير من الذهب. وقال علاء الدين، قال علاء الدين لأمه: خذي هذه الجرة يا أمي، خذي هذه الجرة. Mom, take this vase. يا أمي، خذي هذه الجرة واذهبي إلى قصر الملك. يا أمي، اذهبي إلى قصر الملك. هذا قصر الملك. قال علاء الدين لأمه: يا أمي، خذي الجرة واذهبي إلى قصر الملك. هذا القصر. هذا قصر الملك. قصر يعني بالاس. قال علاء الدين لأمه: يا أمي، خذي الجرة، خذي جرة الذهب، خذي هذه الجرة واذهبي إلى القصر. اذهبي إلى قصر الملك. أنا أريد أن أتزوج، أريد أن أتزوج الأميرة ياسمين. فأخذت الأم هذه الجرة، أخذت الأم الجرة وذهبت إلى القصر. الملك أحب الهدية. الملك أحب الهدية. So the king liked the gift. أحب الملك الهدية. وأراد الملك أن يرى علاء الدين. الملك أراد أن يرى علاء الدين. The king wanted to see علاء الدين. فبعد أسبوع، بعد أسبوع، one week later، بعد أسبوع ذهب علاء الدين مع أمه إلى القصر. هذا قصر. فبالاس. فعلاء الدين مع أمه، هذا علاء الدين وهذه أم علاء الدين. علاء الدين مع أمه في موكب كبير، في موكب، وهذا الموكب كان موكبا كبيرا جدا.
ذهب علاء الدين مع أمه في موكب كبير إلى القصر. هذا موكب علاء الدين، هذا موكب علاء الدين. فعلاء الدين مع أمه في موكب كبير ذهب إلى القصر، وهذا الموكب كان معه الكثير 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 من الذهب. كثير من الذهب في موكب كبير إلى القصر. علاء الدين with his mom and with a big caravan went to the palace with a lot of gold. ذهب علاء الدين إلى القصر مع أمه في موكب كبير مع الكثير من الذهب. وتزوج علاء الدين من الأميرة. فعلاء الدين، علاء الدين والأميرة ياسمين تزوجا. علاء الدين تزوج الأميرة، يعني الأميرة هي زوجة علاء الدين الآن. تزوج علاء الدين الأميرة. طيب، فالأميرة الآن هي زوجة علاء الدين. علاء الدين كان سعيدا جدا. كان علاء الدين سعيدا جدا جدا جدا. وهذا الزواج، زواج يعني marriage، هذا حفلة الزواج، the wedding party، حفلة الزواج كانت حفلة كبيرة جدا. حفلة الزواج علاء والأميرة ياسمين كانت حفلة كبيرة جدا. So they had a big big wedding. وكل الناس سمعوا بهذا الزفاف. كل الناس سمعوا بحفلة الزواج. Everyone heard about it. كل الناس في الشرق والغرب. كل الناس في الشرق والغرب سمعوا عن هذا الزواج. الناس في الشرق والناس في الغرب سمعوا عن الزواج. كان الزواج، حفل الزواج، كان حفل الزفاف كبيرا جدا جدا. الساحر سمع بهذا الزفاف. هذا الساحر الشرير، this evil wizard، سمع بهذا الزفاف. سمع بهذا الزواج. He heard about this wedding. ماذا فعل الساحر؟ تنكر الساحر كبائع مصابيح. تنكر he went in disguise. تنكر هذا الساحر. طيب، تنكر الساحر. تنكر. He went in disguise. تنكر كبائع مصابيح. So he pretended to be a lamp trader or lamp seller. تنكر الساحر كبائع مصابيح وذهب إلى القصر. ذهب الساحر إلى قصر علاء الدين. ذهب الساحر إلى قصر علاء الدين واشترى المصباح من الخادمة. اشترى المصباح من الخادمة. He bought the lamp from a servant.
اشترى الساحر المصباح من خادمة في القصر. هذا الساحر كان يمشي في المدينة ويقول: مصابيح 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 جديدة، مصابيح جميلة. فهو اشترى المصباح النحاسي من خادمة في هذا القصر. So he bought the lamp from a servant in the palace. أخذ الساحر المصباح ومسح المصباح، وظهر جني المصباح. So the genie of the lamp appeared. ظهر جني المصباح. قال الساحر للجني: خذ هذا القصر. Take this palace. خذ هذا القصر إلى الصحراء. خذ القصر إلى الصحراء. هذه الصحراء. قال الساحر للجني: خذ قصر علاء الدين إلى الصحراء. Take it to the desert. Take the palace to the desert. ماذا فعل الجني؟ الجني أخذ القصر أخذ القصر إلى الصحراء. هذه الصحراء هنا، والقصر قصر علاء الدين صار في الصحراء. الأميرة ياسمين كانت حزينة جدا. الأميرة ياسمين في القصر في الصحراء كانت مسجونة في هذا القصر. She was imprisoned. كانت في سجن. الأميرة ياسمين كانت مسجونة. الأميرة ياسمين كانت مسجونة في القصر في الصحراء. الآن رجع علاء الدين إلى القصر. في المساء in the evening. في المساء رجع علاء الدين إلى القصر. علاء الدين returned to the palace in the evening. رجع علاء الدين إلى القصر في المساء، ولكن أين القصر؟ أين القصر؟ Where's the palace؟ أين القصر؟ علاء الدين ما وجد القصر. لا يوجد قصر. علاء الدين: يا إلهي، أين الأميرة ياسمين؟ أين الأميرة ياسمين؟ بحث علاء الدين عنها في كل مكان. بحث. فعلاء الدين بحث عن الأميرة ياسمين في كل مكان. أين هي؟ أين هي؟ أين ياسمين؟ أين ياسمين؟ ولكن ما وجد الأميرة ياسمين في المدينة. He didn't find her in the city. بحث في كل مكان. He searched everywhere. بحث في كل مكان، ولكن ما وجد الأميرة ياسمين. ماذا يفعل؟ ماذا سوف يفعل؟ فكر علاء الدين: ماذا سوف أفعل؟ يا إلهي، أين الأميرة ياسمين؟ وهوب، ظهر جني الخاتم. قال جني الخاتم لعلاء الدين: شبيك لبيك، أطلب، ماذا تريد؟ قال علاء الدين لجني الخاتم:
أريد الأميرة ياسمين، أريد قصري، أريد القصر، أريد الأميرة. قال جني الخاتم: الأميرة ياسمين والقصر، الأميرة ياسمين والقصر في الصحراء، هم في الصحراء. قال علاء الدين: So Virginia said, Virginia of the ring, Jasmine and the palace are in the desert. الأميرة ياسمين والقصر في الصحراء. قال علاء الدين: طيب، أحضر الأميرة والقصر. أحضر الأميرة والقصر من الصحراء. Bring them from the desert. قال جني الخاتم: أنا آسف، لا أستطيع. I can't. أنا آسف، لا أستطيع. أنا لست قوياً جداً. أنا لست قوياً. قوي، powerful. الجني قال: أنا لست قوياً لأحمل القصر. أنا لست قوياً كفاية. I'm not strong enough to carry the palace. قال علاء الدين: طيب، خذني إلى القصر. Take me to the palace. الجني أخذ جني الخاتم أخذ علاء الدين إلى الصحراء. علاء الدين الآن هنا. قال علاء الدين للجني: أين الأميرة ياسمين؟ أين الأميرة ياسمين؟ Where is Princess Jasmine؟ قال الجني الأزرق: الأميرة ياسمين مسجونة في القصر. الأميرة ياسمين مسجونة في القصر. She is prisoned in the palace. وأيضا الساحر الشرير في القصر الآن. So the wizard is inside now. الساحر الشرير في القصر. قال علاء الدين: طيب، يا جني الخاتم، نوم الساحر. فنوم، ما معنى نوم؟ نوم يعني اجعله ينام. نوم. So ينام is to sleep. نوم is to make someone sleep. فقال علاء الدين للجني: نوم الساحر الشرير. نوم جني الخاتم الساحر الشرير. He made him sleep. نوم جني الخاتم الساحر الشرير. علاء الدين دخل إلى القصر. He entered the palace. دخل علاء الدين إلى القصر وأخرج الأميرة ياسمين من السجن. أخرج الأميرة ياسمين من السجن. So he took the princess from the prison. أخرج علاء الدين الأميرة ياسمين من السجن ووجد المصباح السحري. He found the lamp. وجد المصباح السحري. مسح علاء الدين المصباح السحري. So he wiped. مسح المصباح السحري. وهنا ظهر جني المصباح. ظهر appeared. ظهر جني المصباح. So the genie of the lamp appeared. ظهر جني المصباح وقال: شبيك لبيك، اطلب، ماذا تريد؟ قال علاء الدين: أريد
يا جني يا جني المصباح، أريد أن تأخذ القصر إلى المدينة مرة ثانية. I want you to take the palace to the city back. أريد أن تأخذ القصر إلى المدينة مرة ثانية. والساحر الشرير، الساحر الشرير أريد أن تأخذه إلى أبعد مكان. خذ الساحر الشرير، خذ الساحر الشرير، take the evil take the evil wizard، خذ الساحر الشرير إلى أبعد مكان في العالم. Take him to the farthest place in the whole planet. خذ الساحر الشرير إلى أبعد مكان في العالم. جني المصباح رجع القصر إلى المدينة، والساحر الشرير إلى أبعد مكان في العالم. وبعد هذا عاش علاء الدين والأميرة بسعادة. عاش علاء الدين مع الأميرة سعيدين. علاء الدين كان سعيدا والأميرة أيضا كانت سعيدة. علاء الدين كان يحب الأميرة والأميرة أيضا كانت تحب علاء الدين. فالاثنان علاء الدين والأميرة كانا سعيدين. علاء الدين والأميرة كانا سعيدين. هذه هي قصة علاء الدين والمصباح السحري. أرجو أن القصة أعجبتكم. أرجو أن شرحي كان واضحا. هل عندكم أسئلة؟ الآن حان الوقت للإجابة عن أسئلتكم. تفضلوا.